كانوا غيمشيو يعيدوا. أيه. كانوا الدراري غيمشيو معاهم. أيه. والدولة دو كانوا كبار. أنتي البنية تاع عند 4 سنين ديك الساعة ولا صغر؟ أيه. هي صغيرة هي هذه هي صغار ديك الساعة كانت باقي عندها 3 سنين. عامين غتكون هي باقي صغيرة باقا كنت كندير معايا شبعت. واخ. قلت لك أستاذ هي هذيك اللي الحمد لله مشينا قال لي داد الوليدات وداك الشيء أنا لا غبيه ما ديتش أنا ما خليتوش زعما يدي قال لي اسمح لي راه الصغيرة ما خلاتنيش نهضر. أنا معك واخا هادي دابا هاد الأخت فاطمة حنا كيما كنقولوا أهدى بنيتها صغيرة وحنا كنعرفوا الولادات الصغيرات الأولاد الصغار طبعا كينتبهوا لكل شيء وذلك غادي تاخذ بعدها واحد المساحة ديال الأمان بينها وبين بنيتها باش تقدر إلا بغات تكمل معنا الكلام ولا إلا بغات تكمل شي حاجة واخا هي يمكن بغات تفسر لينا كيفاش كيحاصرها زعما ولا كيحاول يحاربها بولادها ما عرفتش شنو هي الفكره اللي اكثر بغات توصلنا باش هي بغات تاكد على التواصل بيننا وبينها ولكن الى تيسر معنا فذلك جوج الارقام كيف ما كنقولوا راه الاشاره ديال الساده المستمعين واللي هما 0522 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0522 30 30 00 6 2040 04 والرقم ديالنا عبر الواتساب اللي تيخلينا نرتبطوا ونتواصلوا بالسادة المستمعين الكرام والكريمات. واخا لالا فاطمة أنا معك. مرحبا لالا فاطمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لك أستاذي هذيك الحمد لله من اللي أنا بشدة الوليدات وهذا أعطيني صوتك ساهوة. قلت لك من اللي مشاو الوليدات قلت لك انا يا البنية خليتها مشات لدارنا وديك الساعه سبحان الله العظيم في ديك اللحظه دابا انت باش يفهموا يستوعبوا الناس انت ما بغيتيش تمشي ديك الوقيته لانك انت ملزومه نهار عندك ديال العيد والنهار الاخر كنتو قارين ولا يومين وقلتي باللي غنمشي انا حتى لمراكش ومجرجره ويمكن مكرفصه كاع لا اضحيه ديالي كاينه وداك المجمع على كل حال ما انت ربما يمكن كتشوفي فيه غير داك الشيء اللي كيضرك قلتي اللهم نعيد مع وليداتي هو ما عندوش ما راه عاش لهذه المساله هذه لا ديك الساعه سبحان الله العظيم انا صليت واحد الجرك عاد هو يجي هو يقول فين هي البنت قال لي فين هي البنت قلت له انا هي البنت ما يمكن ها كنسمعك شله فاطمه بهذه الطريقه غير كتخليني يضيع الجهد ديال الاستماع ديالي باش فكرتيه قلت له ما يمكنش انا نخلي بنتي صغيره عندها 4 سنين تمشي الله يحفظ عرضه الله يحفظ اختي صاب غلطه بزاف المغيره هكذاك ونقدر انا نجلس يستحيل خليني نمشي نكون انا وبنتي قال لي هذا ولدي هوت وهذا وانا نقول له فلان قال لي نعم قلت لي واش انت فخلال هذه المده كلها قلت لك راه كان دار راسو قلت لك على القنبه ما تفكرت يا استاذ وكان كيهضر مع راسو كيدير راسو زعما حمق وتيوهم حتى الدراري حتى الوقيته اللي كنمشي للخدمه كيبقى يهضر مع راسو باش الدراري كيبقاو يقولوا لي ماما راه بابا ماشي كيدير هذا الهاني راه سي فغي هو راه كيهضر مع راسو باش انا زعما نوض نهرب ونقول ويلي السيد راه حماق فعلا فهمتي حيت كانت شي مراه عاديه تقول ويلي انا اش جلسني مع راجل حماق انا نهرب هادي هي ديال واحد المره شي واحد حكى كان حكى لينا في واحد السيده كانت حكات لنا في البرنامج باللي واحد الراجل قبل ما يلجا للطلاق يعني واقعه باقي كنتفكرها نعاودها لك ونعاودها للساده المستمعين قال قبل ما يلجا للطلاق دار براسو حماق في الدار ولاو كيدير شي سلوكات خايبه ومشينه ما قدرتش نتقبلها انا قالت لي اللي انا اللي مرا ما قدرتش نتقبلها ومشيت انا طلبت الطلاق باش هو دوك المستحقات ديالي وقال لهم بانه صافي ومع رد راسو راه صافي مشى للسبيطار قال لك غير تجاوز هذيك المحنه ديال انه ما بقيناش مطلقين ما عرفت فين غبر زاد وتبي وقالوا ليها الناس باللي راه ما حمق ما والو راه غير كان كي قال صافي ديك الساعه ولا صح راه كثر لي انا ويلي ملي دار هكاك ملي دار هكاك انا ما هربتش انا من دوك الناس قلت لك اللي بخارج الكوكب هذو
كنقول لا المراه اللي هي اللي تصبر في السراء والضراء ودايره بو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى معاه كان الله العظيم ما كانش داك الموضوع بحال تنبهتي باللي هذا الشيء دايروا غير على النفقه بعود بانه حماق. فهاد الماما قلت لك لها نقول لها استاذ هاد الكلمه هادي راه كنت كنصلي سبحان الله العظيم بحال تبينت لك وكيسلم الصلاة تفكرت ديك الهضره ديال الوالد ديالي وداكشي وانا نقول له قلت له صافي قلت له واش اش كان قال لك الوالد شنو كان قال لك هو؟ كان قال لي هي داك النهار اللي قلت لك ديت فيه البنت هو يقول لي يا بنتي واش انت باغا الدنيا ولا باغا الاخره؟ الا كنتي باغا الاخره زهدي في هذيك الدار واش انت كتقتلي نفسك على وديك الدار انت؟ اييه تذكرت هذا الكلام غير ما لا باس الدار عندك راه كتشلي على راسك وكتذوبي حتى شي نهار غتموتي وسطك الدار وما غتبقى زعما لا دار لا والو راه غتموتي انت حيت كيشوفوني في صحتي ضعافي وزعما غادا وكنتراجع الانسان كيرد نفسه راه يبقى يذوب يذوب حتى يكمل هي هذيك الاستاذ هو يقول وانا نقول له هذه الكلمه قلت له سبحان الله قلت له شوف واش انت هي كدير هكا على النفق الا كانت بحال هكا انا سيدي نهز ولادي والله يعاونك انت وهاد النفقه وهادي عرفتي سبحان الله استاذ هذا الكلام مع ربي خرجوا لي حيت انا في سجودي بقيت نقول يا ربي بين لي القرار الصائب الطريق الصائب اللي دزلك ملي انا استاذ ودابا القرار الصائب اللي تبين لك هو انك تبيني ليه باللي عقت بك انا جايك شنو غيطرى ديك الليله استاذ ليله عرفه تصور اقسم لك بالله لا غد لا عرفه غادي نصوم باش بقيت عاقله نتصل بكري الله يتقبل عند السحار وهذا ونوجد الوليدات داك الشيء اللي غادي ياكلوا لا غد لي وهذا وفيما كضربني الفيقه استاذ تلقى السيد غايط هو حيت كان كاين ناس قلت لك هو بوحدو وهذا كاين ناس في الصاله تصور كنلقاه بحال شي واحد كيطفي على شي مجمر في العافيه استاذ ليك معايا دابا هذا من مظاهر البخل ديال هذا الرجل يمكن هو كيدير الحاجة وبعد المرات كي كما كنقولوا كيحتاج يمكن فيما يبدو انه كيحتاج غير اللي عنده ضغط غادي يعني انا نطلق ولا ما ولا 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 كنحلم ولا شنو ياك ولا شنو ما نطيق يا عمرك ما تكسيتي يا عمرك ما قلتي بغيت ولا قلتي بغيت خاصني كتقول دابا مزيان نهار مزيان نهار 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 جزاء الصبر ديالك هو انه كتجي تلاحي بعد الكيفيه في نظرك انت ديك الساعات هكا كتشوفي رماني استاذ رماني هكا واحد من قدام ديك البيرو ديال الكتيبه وقالت له شنو سيدي؟ قال لها هي قلت له شنو مالها هي؟ قال لها هي غادي تسميك حنا دايرين كل شيء على طلاق اتفاقي راه هي غادي تقول لك كل شيء وبقيت انا ساكته وهو تيقول لها راه غتسني غتنازل على الوليدات زعما غادي تدي الولاد معاها وتسمح في النفقه وتسمح في كل شيء دير لها الام جرو كما تيقول عنده داك الشيء هو بالساهل هو واش انتوما في الطريق انتوما غادي متفقين غير غادي انت غير مصدومه ولا ما ولا قلتي لي بلاتي على ولاد الدراري لا استاذ انا غادا وكنتصارع ما بين العقل وما بين الباطن تنقول واش هو هاد السيد غيديرها ولا زعما غا كيخلعني ولا هادي باقي ما طيقش بغيت فهمتي مرة يديرها معاك يا الا حل المرة الولاد هادي ما يمكنش راه واقيلا غا تيخلعني وراه غنوصلوا من الطريق ويرغبني ويرجعوا كتخيل اييه والسيد هو يقول لا لا ويس بقى مسكينه تشوف فيا كيشوفوني ما كنهضرش قال له هذيك ما تخدرها ولا شي حاجه ويس تقول لي لا لا وهي تنوض ديك الشافه ديالي غادي يدير هو يكومباري ويشوف شكون اللي معاه بصح وشكون اللي غاتيستغلو ما بغاش بشي تعيد في دارنا قلت لي زعما في نظرك هذا حل ما بغاش بشي تعيد في داركم غادي تجي الله يا ربي بين لي الطريق عرفتي حسيت به ما كيستاهلش لا تنحيا لا هزيت السيد هو يهرب هرب من عند الكاتب هذا هو هذا السيد ما طلعش معاك راجل لانه حيت من الرعونه انك تجيب واحد المراه تفرض عليها طلاق اتفاقي طلاق اتفاقي الا كنتي راجل غتمشي دير ولا اش غتمشي لا الا كنتي راجل علاش غادي تمشي تفرض عليها اتفاقي غتمشي دير انت الطلاق وصافي وتطلق انت بغيتي الطلاق والمستحقات وداك الشيء هو بخيل في كل شيء هو باغي باقل خسائر ويهرب بحدي نقول له الكلمه هو يهرب قلت لك هرب من عند هذيك هرب مشى ديك الليله شنو غيدير؟ مشى دار شكايه صور ابشع ابشع مما قام به شكايه على ان انا الاخ ديالي تيجي كيعنفو وكيضربو وتيقول وتيديني انا استغفر الله العظيم خويا ولد امي وبا يديني انا استغفر الله العظيم
يعني للرذيلة وكان رجع في وقت متأخر من الليل. هذه هي شكاية هو درهب؟ آه دا خويا راه خو غن عنو راه كيضر زعما وقدر يدير هو هاد الشكاية. اه دارها ومشيت للكومساري تصور فين بكي غير كيشوفوا في وجهي تيقولوا لي حشومه هادو ما تيعرفوني ما والو البوليس تيقولوا لي حشومه هاد السيده دير بها هاد السيده هاك قال لي راه وجهتي هضر على قال لي واحد الكوميسير قال لي اش انا قال لي ما جيتش وليت كوميسير قال لي انا راه كان عندي تنقرش الوجوه قال لي هاد السيده راه غير من وجهها قال لي حشومه تقول عليها هاد السيده بحال هكا زوجتك ومات وليداتك تقول عليها هاد السيده تصور وانا كان بكي وخوك ما درت شي اجراء هو ما دعاه ما لانه ضرر بعقلي وداكشي يمشي للسبيطار ولكن باش حيت دابا هذا راه عرض ديال خوك وعرض ديالك وللاسف عرض ديالو هذاك ريب عرض ديالو انت خويا مسكين واخا كي حسبي الله عرضيه انا جايه كاستاذ اكفس ما كان الكفاله ديالو مفروض يصونك ماشي يكتب عليك واحد ولا يفتري ديك العائله قبالها راه كان مانع عليا العائله ما يجيوش عمر شي حد والديا ما يوصلوا عندي عائلتي هاد خويا هذا ممنوع عليه الطوموبيله ديالو تدوز وسط الحي اللي حنا ساكنين فيه الا بغى يوصلني ولا يحطني خصني يحطني في الحي اللي مليه ممنوع عليه بحال هو الشارع ديالو يعني ما يجيبك خوك ما يجيو عندي عائلتك ما والو يعني بحال كنت في منفى وصابره تنقول له ودو ليه ملي كملنا استاذ هذا شويه هو يدير عاوتاني ما صدقلوش الحقات ديالك راه بالقانون غتوصلك كنت يقول لي مسكين ديري النفاقه دعي على النفاقه وعلاش علاش انت صابره صابره على هذه ملي وانا كنقول لا حشومه ما ندعيش نصبر على وجه وليداتي ودابا يتقاد دابا زعما حنا عندنا عيب زعما انا الحاجه الوحيده اللي الصراحه ولا على الفراق لا راه غير كاين بعض المرات الراجل ما يا تبدير ويا يا تيمشي ينفق داك الشيء في شي بلاصه اخرى يا ما باغيش ينفق من طبيعته البخل كينسى هذيك المراه كاع ويخليها هكا. اه هكاك انا جايك استاذ باش نربح الوقت هو ملي كمل هذيك استاذ سال من هاد الدعوه النفقه ها هو دابا ما بقاش دار راسه مريض دابا تفضح. قلت له يا ربي فضحك سبحان الله حيت انا فعلا صدقت مريض وكنت كنبقى نبكي عليه تنقول مسكين مرض مسكين دارهم اخر ايام وشو طلاق شقاق. قول تدازت شي 10 شهور تقريبا ياك واقيلا لا المهم من العيد الكبير في عيد الفطار عاوتاني رمضان عيد الفطار رمضان لا غد ليه العيد ديما هو كيقلب الله يسترد عاوت البلا في العيد في الاعياد هذا هو الكادو اللي كيجيب لينا في الاعياد تصور انا جيت من المدرسه وكانت بحال هكا العطله انا فرحانه دارك نسيق هذا الدار ونقول زعما الوليدات مساكنين عاوشروا هذه كنسى كل شيء كنبقى نقول وامر تنمر راجلتي انت ونقول له تنمر دابا ربي يهدي دابا دازت هذيك استاذ ويدي قلت لك ويجيني العون القضائي جاب لي طلاق شقاق طلاق شقاق ثاني طلع جي للمحكمه وانا في الخدمه راك عرفتي في القطاع الخاص تيولي خارج عليك من داك طرفه الخبز تولي قال لي لا دي الحب الملوك ما انت بهذه ما انت بدي ملي مشينا استاذ عاوتاني داك طلاق شقاق هما ربي غادي يخرجوا لي الحكم من بعد واحد القضية مسكينة الله يرحم ليها الوالدين كانت مسكينة في دوك الجلسات ديالي ما كانش كتحضر زعما تيكون عندها مسكينة الله يعلم واش ظروف ولا هادي وكانت تتناوب علينا واحد القضية واحدة أخرى وأنا يبقى فيا الحال حيت في دوك الجلسة كدوز صاميتة تيقولوا لنا حط لاكارب دوز لاكارب وأنا ما عمري ما دخلت المحكمة أستاذ راه ما بغيتش ندخل معاك الحيثية راه فاش كنت كندخل كنبقى نبكي وكنترعد كل اللي عمري مشت المحكمة عمري مشت دخلت الكوميساريه لا بغيت نصاوب شهاده حسن السيره لا بغيت ندوز شي كونكور ولا هادي ونهار بغيت نصاوب لاكارت في الكوميساريه عمري ما عرفت داك الشيء واحد حداتها ندخل ونشوف الله يستر دوك الناس دوك الجلسات كيجيني دوك بحال اخطر المجرمين وداك الشيء كنبدا نبكي نقول هادي عاقبتي اخر ايام يدخلني المحكمه وهادي تصور استاذ تبدا نترعد ملي وصلنا عند ديك القضيه مسكينه ما تلقاوهاش تما كتنوب عليها واحده اخرى ما كنهضروش كنحطو غير لاكارت فين ما تكون عندنا علاش واش كنتي طمأنيتي لهذيك القضيه الاخرى ولا ما فهمتش شنو انا جايك انا جايك شنو غادي يوقع انا ملي كان الاستاذ ما تيهضرش معنا القضيه كتقول لك بغيت تطلق صافي كاين شي صلح تيقول لها لا هو كتقول صافي كنمشيو عاوتاني جلسه اخرى نفس الشيء تعطاهم هو الشواهد باش زعما ما يخرجوا لينا والو في المتعه استغفر الله العظيم شهاده زور
وانا عارفه كيخدم بالملايين. قال لهم شوفوا، قال لهم رانا امين ديال دوك القباصه شهد ليه، لان السيد راه الحركه عيانه وراه مقصوله وراه ما كيخدمش. بقيت كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وحق الله هادشي هادشي انت ما زعما ماشي مفاجئ، انت عشتي مع 19 عام ولا اش داكشي؟ وي عرفتي، وكنحط له المصحف هكا سميتو تنقول له حلف فيه وهذاك الشيء. كيبقى شنو كيقول لهم هو؟ كتقول له علاش بغيتي تطلق؟ كيقول لها لا لا السيدة هي كتسد عليها في بيتها بوحدها وهاجراني ودايره ليا وفاهله ليا، تصور الكذب والبهتان. كنعطيها القرآن كنقول له شكون اللي هاجرك؟ أنا اللي هاجركم وقاتها لغاكم وكنهضرش معاها القرآن. ديما نهز معايا المصحف تنقول له حلف. علاش كتاب الله كتحطوه بيناتكم؟ كتاب الله كنحطوه وهذاك الشيء مقدس. تنقول له أنت واحد اللي كنتي على لا ولا شوف، هو وكنت انت تبارك الله حافظ كتاب الله، الانسان الحلاف والهماز والمشاء. وانا جايك راه هو ادى لي يمين بالكذبه. اذا ما كاين انت ما خصكش، ما كانش عليك تحطي راسك كاع في الموقف ولا تحطي حتى كتاب الله في هذا الموقف. وما كيقدرش يمسو، عرفتي ما كيقدرش يمسو. نسال الله لنا كل من لا من المضيعين لا من حروفه ولا لحدوده. يا ربي امين. هذا ما كان. يا ربي امين. ايوا ملي كملنا الاستاذ هكاك هو جات الجلسه ديال المداوله وهي تبان ديك القضيه. بقيت كنقلب عليها نقلب عليها، عرفتي تحديت حتى المحامي ما بردش ليا. بس كنقلب قال لي ودي مسكين بحال تحرج، قال لي مسكين وشوفي هانتي هانتي وقلبي عليها. انا قلت لا ما يمكنش الطلاق يدوز بحال هكا، كيسمعوا لي يعرفوا هاد القصه اللي عاودت لك انا، يعرفوا هاد السيد كيفاش راه كيكذب عليهم وهاد الشواهد راه بهتان. طلعت عندها مسكينه وبقيت كنقلب عليها، قلت لها عافاك استاذه انت القضيه فيها فلانيه. قلت لها بغيت غنشرح لك، الله يرحم لها الوالدين، زعما مري من صار الخير ديالها غير عطاتني من وقتها وسمعت لي. قلت لها راني بغيت نعاود لك غير شنو طرا وهذه وهذه وهذه. قالت لي ديري خرجه وكتبي لي فيها كاع داك الشيء بحال كخرجه قانونيه زعما. جات لك وكتبي ودلي بها بكاع دوك الوثائق ديال وليداتك ومسائل مسكينه. فعلا وجدت دوك الوثائق اللي عندي وطبعتهم وكتبت لها هاد الشيء، كتبت لها كامل هاد الشيء المعاناه اللي هاد السيد راه ماشي زعما هو غاجر طلق، راه خطط لهاد الشيء 4 سنين هو كيخطط له. ملي مسكينه كتبت لها داك الشيء وهذه الحمد لله خرجوا لنا بعد في هذاك الحكم وداك الشيء خرجوا لنا بعد الحمد داك الشيء حكم خرجوا له قاصح عليه. ملي خرج لي هكاك هو يمشي يتعرض قبل لا عطاه مهله شهر، قبل لا تخرج ديك مهله شهر هو مشى قال لي انا حكا راه ما كاينش باغي نطلق. فهمتي؟ هو قدام القانون يقولوا هذا السيد راه تاب هو راه باش يتهرب. لا باش يتهرب من المستحقات، هي هادشي اللي كاين. هاكا باش يردك لذاك الوضع اللي كنتي عليه شحال هذا. هاكا تعود فاطمه الى عادتها القديمه. قال لي ما بغيتيش، قال لي تخرجي بلاتي هي احسن في الدخله ديال المدرسه قبل بعد قبل لا يخرج هذا الحكم. هذا استاذ نسيت قبل لا يخرج هذا الحكم شنو دار لي؟ سعى بجميع الطرق تيقول لي سيري تسناي براسك في داركم، تسناي براسك في داركم ما عندك نفس خرجي من داري. قلت لي لا شرع الله ما نخرجش من البيت حتى تمر 3 قرى ونبقى في بيتي وهذه وهذه، كيف وصلني الله نبقى في كتاب الله ما نخرجش. قال لي الله الى اخر يوم في حياتي. بقيت في الدار تيقول لي تجي مسكينه غير امي لا جات شي مره غير في الصدفه مسكينه، على سنين ما كنشوفوش الا انا اللي مشيت عندهم، انا اللي نمشي عندهم. ملي جات مسكينه بحال هكا واحد النهار هو يجري عليها وما تيخليش واحد يجي عندي. وانا جات دخلت لا, لا معروف لا احسان الله يستر له. امي مسكينه بقات كتبكي قالت له ما علينا استاذ نختصر لك. ملي مشينا استاذ انايا جات حيت الحكم بغا يخرج فيه امتى؟ خرج بحال تقول في شهر 10 وحنا في شهر 9 وهذه دخلنا للمدرسه. ملي تصور اول دخول المدرسه غنمشي فيه للمدرسه، مشيت سيد في العشيه وانا لقاه سد عليا بالسكروم وداك الشيء ودار ليا قال لي ما تدخليش لداري كيدفعني يا استاذ الدار ديالي اعذامي تيعنفني كيضربني وكيطرشني وكيقول لي مخرجي ما تدخليش لداري سيري الدراري براسك في داركم. وها خدا الدراري شدهم هو دابا كيتهرب من النفقه وكيدير جميع الخطط، شد الدراري وقال لي سيري خرجي انا جايك شنو غيقول لي خرجي بقى كيضربني وهادي وهادي. وانا كنقول له لا عرفتي صافي تتقرت في الاخر مشيت اوليس وهادي ومن تما درت شكايه. ومشيت الحمد لله مشيتي بالليل مشيت رجعت للدار. مشى مسكين خويا جا عندي مسكين وداني وما كانش والدي حدايا كرهنا بقيت استاذ عرضه لكلاب الشوارع. ملي مشيت والديك ساكن القراب ليك ولا بعاد؟ لا هما في الرباط وانا في تماره. ايوا بعدا
الحمد لله ملي هذيك استاذ مشيت الحمد لله لي خطى الوالدين ملي مشيت استاذ جاب لي الله لي عالم بهم الحمد لله والشكر لله دقان هذا ايوا هادشي اللي كاين هو هذا هيا لله هو هذا هذا وضع على كل حال كتعيشوا هاد الأخت كنعيشوا معاه لأنه يمكن راه ديك المرات وكتسبوا مع الإخوة اللي يسمعوا الحلقات فيما قبل كيبدا الدقان عندها في الدار يا هو يا شيخ المهم على كل حال تن كما كنقولوا تنساويو وتنشوفوا شنو نقدروا نخرجوا من البوح ديال هاد الأخت هادي اللي هي كتعطينا معطيات أخرى واخا لاله فاطمة حنا معاك انا معاك لاله فاطمة قلت لك أستاذ هي هذيك الله يجازيكم بخير أنا قصتي مشبكة الحمد لله هي هذيك قلت لك ملي جرى عليا مشيت هو غيخرج عليا من الخديمة أيه حيت يلاه دي بي يلاه قلتي بسم الله غتبدا هي مشات لك ديك الخدمة مشات لي الخدمة بقيت أنا داك الأسبوع كامل طالعة عند الوكيلة نازلة عند الوكيلة تعافك باش نشوف باش نتأكد نيت على هاد القضية مع المرات هذا مشكل بصح هو دابا الاعتداد كاين كنتي كامرأة مطلقة مثلا أو لا أثناء يعني مدة الطلاق بقيتي في دارك واحد المدة على كل حال في ذاك بيت الزوجية على كل حال تتسالي هذيك المدة ديال العدة ديالك نتوما يعني في طور هذا الطلاق تتوجدوا ليه دابا فاش مشيتي قالت لك الوكيلة أنا ما يمكن لياش نرجعك للبيت ديالك لأن كنتوما واقفين على الطلاق ولكن نتوما مازال ما طلقتوش قالت لي لا حتى ما يمكن لياش وهذه وهذه مهم ولكن الحمد لله شنو خافت لا تعرضي انت لشي عنف ولا شنو؟ راه تنضربني وداك الشيء وخرجني وقال لي ما تدخليش لداري سيري في حالك بلا حوايجك يمكن يكون هذا مبرر حتى هو صافي وتنقول لها انا بقاو فيا الوليدات الدخول المدرسي شكون غيلبسهم شكون غيعطيهم ياكلوا شكون بزاف الامور هي هذه شحال هادشي داز عليه؟ فد هاد الاول تاع العام شهر 10 قلت لك غادي يخرج الحكم اييه دابا كاين البنت اللي عندها 18 العام لا ما عندهاش 18 عندها مسكينه 13 عام كانت تقرا في البريفي ديك دابا هي الكبيره كتقرا في اي هي الكبيره مسكينه دابا شحال عندها 16 عام لا ما عندهاش 16 عندها 13 ونص اسمحوا لي راه عرفتي علاش هاد الدقان راه هو كيبقى يدير لي هاد الحرب هادي حيت ملي كيسمعني كنهضر في التليفون وداكشي باش يكون ازاز يدير لي بحال هكا كيبقى يقول للدراري فين جيبوش اسمحوا لي والله غتصبروا معايا باش نكمل لا نحن صابرين اختي حنا صابرين فهمتي حيت دابا راه هو شك راه صايب حتى الدراري مع من كتهضر يا ماما علاش كتهضري هادي يومين ولا نكون دايره شي خليه عسكريه لا حول ولا قوه الا بالله المهم الحمد لله هي هذيك الاستاذ حيت انا ما بغيتش نطلع للسطح قلت عاوتاني غيتبعوني للسطح قلت اللهم في البيت باش يكونوا اعطيني غير شويه صوتك الا قدرتي اسمح لي يا استاذ قلت لك هي هذيك الاستاذ الحمد لله ملي جرى عليا مشيت عاوتاني بقيت كنقلب والحمد لله الناس المؤمنين ما كنخلي ما ندير شي حل نرجع لولادي الحمد لله ربي وقف معايا حضر لي الناس المؤمنين انا غنرجع للدار رجعت بالسلطه باش من الطريقه كيفاش درتي؟ هو الحمد لله الناس دخلوا لي وداك الشيء باش بقاو تيرغموا محامي من اجل ولادي واحد هو اللي كيموت على ولادو ولا على بلادو وانا على ولادي مادام انا خسرت كل شيء انا ما طالبه والو بغيت غير ولادي وكتخيل ولادك في الدخول المضرب اللي بقى كيوجه ليها مسكين قال لها واش هاد السيده هادي ام هادي ما كتطالب بوالو قال لها مسكين قال لها واش انت ما عندكش قال لها الوليدات انت تبغي قال لها وليداتك استاذه قال لها يضيعوا في بلاد وهما في بلاد وفي الدخول المدرسه شكون غيوجد ليهم شكون يعطيهم شكون يرحم وانا عارفه راه ما عندهم لا حنين لا رحيم وفعلا داكشي اللي كان فجيت داكشي اللي كنقول هما اللي شافوه البوليس تصور لقيت ولادي لابسين واحد الصباب تحط الله بين واحد الحاله ما كاين ما نقول لك استاذ وهادو ضربهم حي ما جي كان شي واحد با ميت تقول مساكن ايتام هادو ايتام الحيين هادو مثل تيقولوا الاولين راه بصح ايتام الحيين عرفتي هازين دوك لي كارطابل ديالي انا اللي دايرهم في البلاكار كنجمع فيهم هادوك الكتوبه القدام وداك الشيء هزهم هما اللي لقيتهم غاديين بهم للمدرسه وبواحد الحوايج مزريين وبواحد الحاله استاذ بقيت كاينه بكينه بكينه عرفتي مسكينه ديك البوليسيه دارت فيا وقالت لي فلانه قالت لي هادشي علاش كتهدي براسك وصح
اختك هذه سنين معايا، امها اللي شاف في الدار اللي ما كتشوفني هي، وليت مشهوره في الكوميساريه ديما مضروبه ديما كاين شي حاجه كما كنقولوا ديالهم. تقول ديك هذا ملكي ليس ملك، ما انا ما طالبش شي حد. المهم انت راك سد عليك الباب وقص لا ساعات الضابطه خليني قلت انا مزوقه فكان علاش تقاتلتها باش نرجع عند ولادي وداري خليني نبقى معاهم هاك. مسكينه وهي بقات تدور فيا قالت لي لا حول ولا قوه الا بالله، وهي وهم يعيطوا لي هو في التليفون وهذا وحسن التزام وداك الشيء ورجعت للدار. هذيك المده كلها حسن التزام شنو فيه؟ التزام باللي ما غيتعرض ليك ما غادي يحاديك ولا شنو فيه؟ ما يخرجهاش تيخرج حكم الطلاق، قالت لي ما عندكش الحق تخرجها من الدار تيخرج حكم الطلاق. تيخرج زعما الحكم ونشوف شنو فيه. ايه هو ملي شاف الحكم هكاك خرج ليه مشحر ربي كبير. ربي كبير. هو انا مدوى معايا ما هضر معايا انا، راه خويا عيط ليا قال لي المحامي اش قال واش قال، قال لي خونا راه مشى قبل ليك من الشهر قال لي محكمات لي شويه نطلق. ودابا استاذها حنا دابا ما يصير لا نفاقه لا والو. انت دابا دابا انت عايشه في زواج مع وقف التنفيذ ولا طلاق مع وقف التنفيذ؟ هما وليداتك هكا تيكونوا الجدود. وياك انت عارفه والدي وعارفه مع من انت هي. وين يا استاذ عمري ما توقعت بحالك، ماشي زعما كاع حتى للدرجه احسن حاجه اللي ما انتم انا ربا راجل ضرير وهادي تقولوا له نجينا. لا لا السيده هادي راه ما نظنوش هي دير هكا، علاش هاد الشيء هذا لقيت هذا؟ فاذا بيا كنشوف الله يستر معقود مع داك مع داك الجلابه ديالي. شوف ربي كيفاش الشعواده مع داك الجلابه ديالي. شوف ربي كيفاش اللي الشعواده هي داخله في هاد خليته انا تمشي للجامع وانا كيشي عزيز عليا الوعد والارشاد. قلت انا زعما نصحها عند بالك انا يا زعما شنو باقي ما طراش ليا، علاش قلت لها كديري بحال هكا؟ علاش زعما باغا شنو؟ باقا شي هدايه؟ واش مو 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 هادي قلت لها شنو نوع الهدايه اللي باقا ما وصلاتش ليا اللي انت زعما عند بالك؟ انا قلت لها راك تشوفيني كنخرج مع الفجر وكنجي مع المغرب وراها سميت فلانه مرت فلان، ولكن انا راه قاعده على الانسان. قلت لي كتشوفي كل شيء بعينك، انا راه ما كيعطيني حتى شي حاجه، انا راه قاعده على الانسان وتنقول باش يبقاو يقولوا هادو ولاد فلان غير ما كنحاط فيها. وليدي اعتقني اعتقني كانت تهدد في دارك، ديني 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 دابا لداري عرفتي انا بقيت حاله فمي ومبوضه كنديرها يا اعوذ بالله كنقول. قالت لي انا كانت تضرب وكانت تهدد في دارك. هو يقول لا هو كان تيتسنى السبه. قال لها لا مامي كضربك وبلاتي تسناي تسناي انا غنجمع عليها الجيران واحد جوج استاذ بلي نشوفوا شنو لقيت. عرفتي هادشي باش كيفكرني استاذ حسيت فكرني بديك القصه اللي تعقل عليها ديال ديك الام مسكينه اللي مشات وكذبات عليها مرت ولدها وقالت لها راكي درتي هادشي. اييه عقلت عقلت ياك استاذ. اييه وكذبات عليها والولد جرى على امه. اييه جرى على امه وانا راه العكس صحيح. انا راه العكس. وهي ديك غا كدابه كدبات مسكينه على ديك الام وشحال بكيت انا في ديك القصه. انا بالعكس انا مظلومه مصوره وبقاو كيهزوا لي حوايجي وكيرمي وكيضربني وانا والله ما عيطت للبوليس لا والو. وليداتي ملي شافوني كندير بحال هكا كمشاو كيجريو وتيعيطوا لدارنا وقالوا لي عتقوا عتقوا ماما ما تلقاوها ولا ما تلقاوهاش. عتقوا ماما انا عتقوها رحموا عليها. ملي جاو ملي هادشي غير في هاد العام هذا هادشي راه في الاخر ديال العام قبل في الاخر في العام اللي فات يعني قبل اللي يكون الطلاق شقيق راه جات هي كان طلاق شقيق باش ما تطفي العافيه هي شعلتها هو يولي طلاق شقيق. حيت قال لها امي شنو كطري عليا؟ قالت ليه وياك تحاشيها ليهم سمعتها يا استاذ فني. وهادشي راه انا جيت وكبرت بيها وكنجيب من عندي ونكبر بيها ونقول غادي السيده غادي تقر فيها تقول راه جايه تسعه للصلح راه غتمشي عند والديا وتطفي الغضب. ديك الساعه مازال كون كنتاب كنت غنستغفر الله العظيم غادي نقبل. اما دابا راه واخا ما عرفتش يلقى تنتمنى استاذ يوم القيامه ربي يدير بيني وبينه حجاب ونتحاسب انا وياه عند الله وبيني وبينه حجاب ما يجيش وجهي بوجه. لا حول ولا قوه. اشد انواع الظلم راه كنحاول نختصر لك. اشد انواع الظلم لا حول ولا قوه. والبهتان يتهم الانسان في عرضه وفي شرفه. لا حول ولا قوه الا بالله. تصور استاذ جمع لي الجيران وملي جاو دارنا مساكن جاو بقاو داك الشيء قالوا لي زعما كيضربوها. انا قلت لي لا ما كاين زعما ما داروا لي والو ما بغيتش الحشومه زعما والدي وداك الشيء نديهم للكوميساريه. قلت لي لا ما داروا لي والو. با مسكين قال لي ياك زعما حشمتينا با تصدم زعما مباني قلت
انا حشومه زعما زعما ندي والدي واخا كنت نديو بالكوميشيريه وداك الشيء. ولكن في حاجه ما كتقرر فيها الاستاذ. وفاش مشيت قلت لي لا ودي هشطره هشطره، قلت له زعما الواقع شنو وقع راه شنو لقيت وشنو لقيت. قال لي مسكين داك الكوميسير قال لي كنحترمك، قال لي انت زعما استاذ وفعلا تستحقين هذا اللقب زعما انك زعما بحالك مسكين. قال لي قال لي انت فعلا مربيه الاجيال زعما اللي كيفاش. بقيت كنعاود ليه وكنبكي من نهار باش زعما انا نهيت على المنكر. قلت لها راه حشومه وراه شياطين وهذا الشيء اللي كديري وهذا وهذا وهذا. قلت لها راه زعما انا ما بعديك حتى حاجه. قلت لها كان سميت لها نمر سلام انت كيخدم وكيعطيك وكيعطي لولادك وانا راه كتشوفيني كنضرب جمالها من الفجر حتى المغرب. نعم. وبقى تصور ملي مشى يعيط للجيران كتبكي قدامه. وفاش مشى يعيط للجيران كدير لي بحال داك الشيء ديال الدراري الصغار نسال الله السلامه والعافيه كتقول لي زعما هاني ربحاك زعما هاني ربحاك. تصور تنقول انا بقيت كنقول عرفتيكم ما كاين شي واحد استاذ عنده وازع ديني اقسم لك بالله ينتحر ليه. وما بلاتي انت ما كنت كتلجئي لا كاميرات لا تصوار لا حتى حاجه في داك الشيء. وتبقى تعايرني امي كتقول لي انت ما فهمتش قاريه وما كنلقاها علاش ما كديريش الكاميرا. وانا في ديك اللحظه فهمتي والله ما شاد التليفون كان عند ولادي ولادي اللي كيعيطوا لدارنا تقولوا لي ما جاتش قوم ماما هذه ما كنديرش الكاميرا لا تنقول الله هو خير كاميرا. انا جايك استاذ هو في هذه الفتره هذه قبل ما يدير طلاق شقيق راه شلمدد عليا كان كيوسخ الماء يعني وكيعمرهم وكيدير فوق البوطاج وكيبقى يصور كيدير بحال دوك اللي كيديروا روتيني اليومي. تيقول شوفوا يا ناس شوفوا كوزينتي كي دايره واش هاد المراه استغفر الله العظيم هاد المراه هادي شوفوا كيما كتجمع شوفوا كيما كدير. دابا علاش داكشي انا وليت كنشوف دوك المواقع في الانترنيت تنقول هذاك راه شي ظالم تا هو كيتلمر كيديروا بحال هكا ويقولوا شوف ها انت شوف ها انت الله حسبي الله ودابا داكشي. لا استاذ راه كنحاول نختصر باش يكفيني الوقت نعاود لك ليسونسيال. ملي كمل استاذ دارت هاد الشيء هذا كامل ها هو غادي يجي غادي يدير طلاق شقيق. وداك النهار اللي فاش قلت لك جرى عليا فيه من الدار تصور مشى قال البوليس قال لي ما سيدي نهار هذا الدخول المدرسه اللي عاوتاني هذا العام جرى عليا وخرج عليا من ديك الخدمه. قال لي ما سيدي راه يومين ما بعيتش في الدار. قال لي قال لي انا ما عندي راه ديما كتخرج وما كتجيني بيومين بهاد. تصور عاوتاني ديك الكوميسير بقى تيقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي بحال هكا قال لي حشومه الشريف قال لي حشومه وقال لي هادي راه وجهها كيدوي عليها كيشوفوا فيا هكاك على حدي كنبكي وكنقرا القران انا كنبكي وكنبقى نقرا القران. اتصور ديك واحد الاولى سيدة تما مسكينه سمعتها بحال قالت لي السيده قالت لي راه قطعت لي قلبي قالت لي داك الظلم داك الظلم زعما وكيجي وكيبقى يحفظ الله. وفاش عاوتاني عيطوا له في النفقه ديال بنتي سبحان الله شوف النهار اللي اختاروا اختاروا يوم الجمعه باش يأدي اليمين. اقسم لك بالله استاذ يوم الجمعه وقال لك حاج وأدى اليمين وقال اقسم بالله ان هذه البنت من نهار زادت وانا كنهاز مستحقاتها. وهو ما عرفه عمره ما عرفها في تقشيره تقشيره ما عرفوش لا كيعرف حتى بشي حاجه. تصور دابا في المدرسه باش ندخلها دابا واخد ليا الوثائق حاله مدنيه عقود جديه دوراقي. دابا ولدي مسكين هذا اللي مريض عندي واحد الولد عنده مسكين تاع الصور عنده مشاكل نفسيه وهذا وانا دايره بهم شحال عنده هذا الولد اللي عنده عنده 12 عام راه بحال ديك القصه ديال ديك الوليد البارح اللي سمعت ديال ديك الام اللي سات راه كنخاف انا الله يستر تنقول الله يحفظ لي ولي هو بحال هكاك الله يحفظ الله يستر. شحال عنده دابا؟ عنده مسكين عنده 12 عام راه ما فهمتش دابا هاد الولد ولا هاد الولاد كاملين اللي غيكبروا في هاد الشيء اللي عاودتي لنا دابا ما فهمتش انا زعما شنو الجدوى شنو الجدوى راه الجدوى زعما ديال انك تبقاي وسط هاد هما هادي ولا هاد لا انت ولا الولاد نتبعوا. انا دابا استاذ ما عنديش الامكانيات رانا صابره على ود باش يبقاو في دارهم كون كانت يا ريت عندي شي خدمه مع الدوله ولا قادره استاذ نشري شي بيت ولا هادي غندي ولكن ما عنديش. ولكن دابا انا راه في المصروف اليومي دابا دابا انتم واش درتوا طلاق الشقاق ولا شنو درتوا؟ ولا دابا قلت لك هو دابا صمت نازلي ولكن حنا نموت في صمت زعما الملحه هي الاخر ما كيدخلهاش للدراري وتيقول لهم دابا تيقول لهم راه فلوسكم عند امكم عرفتي الولاد كيبقاو يشوفوا فيا تيقولوا لي تيقول لي واش فاره واش فاره جبدي لهم الفلوس جبدي لهم الفلوس اللي عندك وعطي الولاد يصيروا عطي الولاد يصيروا بفلوسهم. تيقول لهم وليداتي راه امكم شفاره فلوسها عندها عرفتي شكك ولادي فيا ولا ولادي كيشوفوا فيا وانا كنصير عليهم انا الرزق اللي عطاني الله سبحانه وتعالى ديك الخدمه اللي خدام. تيقول لهم
خور كيدخل لها قبيله نسكته البنت شنو جبتي لينا بابا تيدخل يدو في جيبو كيجيب لي بزاف ملحه ملحه هي الخام كيدخلها نهائيا حسبنا الله ونعم الوكيل. انت كتصيري كتصيري عايشه كما راه السيده اللي دخلت عندك للدار راه شافت غالبا هي غتكون شافت اشياء اللي حيت راه ما يمكنش تكون هي ضابطه وزعما عطاتك هاد زعما هاد القراءه ديالها هكاك هي شافت غالبا ولا ممكن ما قادراش واش نكري غير بيت ولا اللي يقول لك على مال بيت اختي على مال بيت الناس راه كل كان لا ماشي هما البيت ما عنديش انا الامكانيات ديك الميزانيه الله يخدم كيف معاهم زعما في المصروف ودابا انت كتصرفي على الاقل بعدا كنصرف ولكن زادني حتى الكره ما نقدرش ما عنديش واحد الخدمه ما كنعرفش شوف مبدئيا قطع الخاص كيف ما بغى كل حال راه حتى يمكن مثلا شوف ديري النفقه بانك تدخل هذا راه الى ان تدوز باش انه كما كيعطيك انت حتى شي حاجه هذا السيد دير ما الى كتعطي شي حاجه جبد لنا وسائل الاثبات بانك كتعطي ديري دعوه ديال النفقه كتلزمو بعدين في قلبك دايرها تمسكي بها يمكن هو باقي لحد الان لان ما كنتوصلش ما ديري باللي انت ما كتوصل ما كيعطينا حتى شي حاجه ياك كتسيد يدوز عليه في الحساب ديالو دابا هو ملي كمل هذه القضيه هذه ديال هذا انا بقى لي هاد الوليد هذا قلت لك بغيت ندخلو معايا زعما الوليدات كاملين بغيت ندخلهم ديكلاري بهم معايا في لاسينيسيس وهذه كوم بعدا على الاقل غادي على الاقل بعدا غير انا هي يخلي الشواهد المدرسيه حرش المدير ما يعطيني الشواهد اولى الا عندك راه انت اولى انك يدخلوا لك الوريق ما بغاش ما خلاني انا جايه كدرت شكايه عند الوكيله وقامت عليا بميزانيه وحضرت شنو الحوادث ديال هذه الشكايه شنو هي بغيت شواهد المدرسيه وبغيت الوثائق هادو ديال وليداتي الادلاء ديالهم مصوري كنبغي ندخلهم غير في دار القران ولا شي حاجه كيبقى يقولوا لي عقل الزيت تبقى متحرج بحال هاد الاولاد مجهولين الهويه بحال هاد علاش كتمشي للمقاطعه وغتجيبي العقل الزيت ديالك كنتقاتل في هادوك عقل الزيت مسكين كاع يطلعوا ليا خويا الزيت راه تمكن تخدي واحد ويمكن ما بغيتي راه غادي تدي لا الحاله المدنيه عنده انا ما عنديش هو واخد الحاله المدنيه واخد كلشي اي واحد دابا غتمشي النهار تمسيري للمدرسه هاد الشريفه ديال الدراري وقول لي واحد عافاك واحد النسخه من هادوك العقد زيه ديال التسجيل ديالهم وديري واحد وحده راه غتبدا تجيبي بها المقاطعه فوقاش ما تحتاجي راه غتمشي تجيبي من المقاطعه الحمد لله ديال الثانوي الله يجازيه بخير هادشي الا ما كيتعاملوش دابا المقاطعات بهاد لي زابليكاسيون ديال هادشي اللي ولا كيدار دابا راه كاين مقاطعات كاع بداو كيتعاملوا بهاد لي زابليكاسيون الا بغيتي شي وثيقه كطلبها وكتمشي كيعطيوك التاريخ فوقاش كتمشي تجيبها خليك معايا اللي مهم هو انك تمشي للمدرسه يكون عندك هو اول باب راه تاخذي لي زيكسترا القدام راه يمكن عندهم مدرسه راه ارشيف عندهم ريفيرونس راه غتمشي تجيبيه به المسائل خاصه الثانوي الله يجزيهم بخير عطاني ولكن هذا ديال الابتدائي اللي كان محرشو حيت حدانا في الحي ما بغى يعطيني حتى شي وثيقه تدعيته هو وياه عاد باش خديت دوك الشواهد المدرسيه بامر من الوكيله وهذه ولكن انا دابا توجدت كاع الوثائق استاذ وضيعت عليهم ميزانيه وسيروا يجيو هذا وفي الاخر انا وحلت دابا تيقولوا لي خاص تصريح من الاب انه لا يتوفر لنا على تغطيه لا في قطاع عام لا في قطاع خاص هو ما بغاش يدير التصريح نهائيا مشيت عاوتاني دعيت عند الوكيله عيطات له مشاو للكوميساريه وهذه تصور بقى تيكذب قال لا راه الوثائق كلهم عندها وحكى الواد انا غادي نديكلاري بولادي انا غادي نطلع داك الراميد هو ما غيطلع لا راميد لا والو حيت انا ديجا شحال هاد الحاله المدنيه ولا كلشي كانوا مساكن اخوتي كيوقفوا معايا باش يطلعوا خليك معايا ما عندوش هو ماشي حاجه خليك معايا حنا على ام اف ام مازال متواصلين جودة ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي بغيتوا الوقود العالي الجودة بطبيعة الحال ولكن بلا ما نخلصوا أكثر إيوا عليكم بوينكسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في الستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي المازوتو التجربة ديال وين بروتكت بلس وتقول لا كارت لحل المدنية لا تعاجة ودرك زلقت لك لا تساوتهم ودير زلقت لك تعالوا تسمعوا يا حضار أكلام الناس ديال الدوار مسافروا مع عطير ساعة
نتفنطوا الإيميفين في الإذاعة، نتفكروا النادر، نتفكروا القاع، نتفكروا الثانية، نتفكروا البير، نتفكروا القجمة، نتفكروا الخبير. تجي عادي تقول يا بابا تدري أنا ما بوحد سيرة بنتي أنا رشابة بويا عادي الكلمة ما ندورش بالقول أنا عادي البويا منك لي يكسيك ولي بك ماشي ندغون جر دايزة السمطة غادي القرزوطة مع الشحمة صلاة عندي نهار الجمعة السبت والحد بنهار نسمعوا كلام الجدود الكبار في برنامج ريحة الدوار سواق إلى الوليد فالت لك على الكربون تا الكربون دا يقينو دوار عاجبنا نبقاو في الدوار برنامج ريحة الدوار نهار الجمعة مع جوج ونص ديال العشية والسبت والحد مع 12 ديال النهار على إذاعة أم أف أم ريحة الدوار بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم يا الله يا الله الحاج لا تقولني واز وحق ربها مكستنغ مالا دا سنين استنى الوقت واليس كيس غايات حانو تمزين إلا قيسي سمر السيات نسي دار بقادة ستسواغ ولكن تمو كريس لي داري لا درسي سيراقني الشركة مقورنين تينا مسين تيتمزينين لا تغريخي الحاج لا تقولني وغير غير تنسفرح والنير نسيس فيو نوكار وردرسة بلاني غريفة لانو سول لي كان غيكاد أميا سموس سين سين كراد كراد صديز كراد زاد سموس نوت 0522 33 63 95 نغيك شمسي فالة الانترنت اللي كان كرادي دوبل في بوان بلو مارك بوان كوم سمعنا الفنانة المغربية القديرة فاطمة الزهراء بن نصر على أثير إذاعة أم أف أم في صلتنا الليلية المباشرة من برنامج سمير الليل. دابا كنسمعوا البرنامج سمير الليل مع مصطفى الهردة على أم أف أم. دابا إحنا مازالين معاك يا فاطمة. يا ربي خليك. مازالين معاك.
وكنظن باللي كثير من الناس اللي سمعوك راه كانوا فعلا واخا ما سمعوش هادشي كانوا كيعرفوا حجم المعاناه لا تلاق الشقاق اللي لجأ ليه وحيت شاف كما كنقولوا الطرح كبير عليه ولا هذا ما بغاش ومتمسك يخليك هكا. دابا نتوما عايشين للاسف طلاق صامت ماشي غير طلاق طلاق مع وقف التنفيذ وصافي بالمحنه ديالو اللي انت فيها. لا هو علاش هذا استاذ؟ اه نعم ياسر دقيقه استاذ انا معك ومع كل الساده المستمعين حنايا في هذا اللقاء. على كل حال الصلة ديالنا بالسادة المستمعين هكذا هي و سيدتنا سيدات السادة المستمعين طبعا في هذا الوقت وهذا الصلة إلى غاية وقت متأخر طبعا من الليل وكذلك منذ بداية الجزء ديالنا في الصلة ديالنا مع السادة المستمعين حنا كاينين. مرحبا الله فاطمة. سمح لي يا أستاذ دابا أستاذ لي بحالك قال لي غادي نشطحك تقول لي أنت زعما أنت طلبت تخرجي زعما أنت تستسلم إلا دات منك شي حاجة إلا عطيتيها شي حاجة خصك تطلقها فابور. وقال لي هو كوني هانية أمي كوني هانية بحالك قال لها كوني هانية جيتي مجيري أنا كيضربني وكيدفعني وأنا يلاه جاية من الخدمة شحفانة ما عارفة راسي باش تبلي تنقول لي مالكم يا أعوذ بالله تيقول لي ومالكي مع أمي مالكي مع أمي زعما اي مرأة سما غريبية ما يمكنش تستسلم وغتخرج غتعصاك وغتقول واك واك وتمشي. وانا كنت نقول ابدا نقول الانبياء اشد ابتلاء انتم المؤمنين ثم الامثل في الامثل كنصبر راسي بالحديث وكنقول ولكن صابرة تنقول لي انا خسرت كل شيء استاذ واش انا غادي نخلي وليداتي يخرجوا من دارهم ونولي لاجئه؟ اها هما دابا عايشين الخراب اش من دار دابا عندهم هما عايشين شوف عايشين بلا امان عاطفي بلا امان نفسي وعايشين الولدك هو بدا تيعاني منك من الاضطرابات عايشين من دون شك بالجوع وبال راه شوف لا اعتقد ان ضابطه لا هذا عنده مسكين شوف لا اعتقد انا ان ضابطه امراه وضابطه غتشوف هذاك الشيء اللي شفته وتعطيك ذاك القرار ديالها غير حنا شوفي ديك النهار وشنو قلنا لك فبالاحرى هاد السيده اللي شفت مراه العين وعاد داك الشيء اللي حنا سمعنا مارت فين غاديه فين زعما غتمشي شنو غتلاين غتوصلي زعما كاع بالسلام. دابا المشكله شوف دابا المشكله انت دابا هذا عناد شاده انت معاهم هما اسمح لي نشرحها عافاك الله فاطمه هما هو امه كيقولوا راه غيطلقوك بلاش وانت تنتي ديك القضيه ديال صافي ما حدهم هما كيقولوا بلاش تا انا راني نابته هنا ولكن راه انت اللي كيضرك الحال انت دابا الوحيده اللي متضرره من هادشي ولادك دابا هي دابا استاذ انا هي اللي بقى فيا دابا هو هاد ولدي هذا وهاد الشيء هذا اللي قلت لك زعما انا مبلوكي ليا دابا الدوسي فين ما ندير اي دوسي كيقطعوا ليا اي دوسي نديرو لولدي يقطعوا اي دوسي يقطع وملي كيمشي تصور ملي عيطت له الوكيله ودارتو وصيفطوه للبوليس وهذي قال لا لا ولدي انا متبع ليه عرفتي وكيحلف بالله وقال لا لا ما عطيتها فلوس النفقه قلت لي فين عطيتيهم لها قال لي راه حطيتهم ليا في كاش بيس هو قلت لك هاد مؤخرا مشى حط واحد المونطو ديال 1000 درهم وعطى لبنتي هذه الكبيره عطاها واحد الكود قال لها شوفي قولي لها حيت هو ذاك الكود ماشي عطاه ليا على مراه من القانون انا السيد تاعي هذا القانون خصهم يحطهم ليا في الصندوق أيه. انا نتمنى شديت ذاك الكود قطعته باش تنفسي اللي حدتني وقالت لي سيري دي ما نمشيش ما نجبدش انا ذوك الفلوس وشنو فعلا ذاك الشيء اللي خدت منه طحت فيه فاش مشينا عند الكوميساريه قال لها لا يعني كل الله يحفظ خرجت هذوك يقول لي انا راه اشاك مو كنعطيهم راه هي كتضحك على القانون وكتحايل عليكم وفهمتي المكر المكر استاذ وتيحلف بالله وكيحلف بالله قال لي انا ولدي انا ولادي هزم وانا تنصير عليهم وتيقسم بالله العلي العظيم تيحلف هكا يمين غاموس زعما لا حول ولا قوه صعيب صعيب دابا نشوف للاسف انا غادي نتكلم معك بلغه كتعرفي ولا يحق المكر السيء الا باهلي الا باهلي وانت عارفه شتي من هلو وهي حسب الكلام ديالك انك شفتي منهم يعني داك الجفاء واه
العاقبه راه كترجع، راه ما يمكنش الانسان الا غادي متسلط في التظلم ولا الظلم ديالو، راه المظلوم دائما ما عندوش حجاب بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى. صعيب الحال. غير وكان دابا هذا الشيء اللي انت صابر عليه، هذاك الصبر الجميل اللي فيه مثلا اعتبار، ولكن هذا راه ماشي ابتلاء، هذا راه للاسف القاء من نفس الى الهلاك، لانه دابا لا انت لا راه بحال جوال. كيبقى في الحال استاذ على هذا، انا هاد ولدي هذا بغى يديرها هو ما كيعطينيش، انا دابا لاغي هذيك النفقه، انا استسلمت كما قال هو، انا مفوت امري. ولكن هذا راه حق ديالك، هذا حق وحق ديال ولادك هذا. علاش ودابا هو استاذ تيقول لهم تصور باش بقى فيا الحال في الكوميسارية، انا اللي شحفت خلوني من 12 استاذ لستة، كيما حسيت بداك الاستاذ ديال المكناس كيعاود بحال عرفتي هاكا حطونا في واحد الكوان، زعما هما تيقول له حق، انا فهمتهم انا قاري علم اجتماع، هما قالوا زعما هذاك السيد غنديروا له بحال في الاخر، وانا واقفه في ديك الكوميسارية بقى فيا الحال، تيقول لي الكوميسير لا ودابا هذا انتم عناد فيكم، انت باغا ديكلاري بيه من عندك وهو باغا يديكلاري بيه عنده، شنو قال لهم هو؟ قال لهم سيدي انا غنصاوب لامو وغادي نديكلاري بيه، ويدور في ديك البوليسيه، قالت لي انت 20 عام عاد بالك دابا بغيتي دير لامو ما خفاش عليك، قالت لي ديرو شحال هادي وتقيدو، قلت لها فعلا لا انا اللي درت البادره وسجلته وصاوبته في لامو، وقلت لها لا وعسى لا ولادي بعدا غير يستافدوا ولادي من واحد الجهه، انا راه الا كان تندوي على نفسي رانا مديكلارين بيا انا على ولادي كنتقاتل، قلت لها ملي كتوصل حتى لعنده لقاوه ما خصناش نخبيوه. لا سيري جيبو، سيري جيبو ولي امره، ولكن راه الولايه بعض المرات، الولايه بعض المرات للعديد من النساء، وانا جايك ملي كيقول لي في المحكمه. شوف راه تم محكمه الاسره على كل حال خدات بولايه المراه في بزاف ديال الحالات، مثلا الا خدينا غير التجربه ديال السيده اللي كانت بعت الولايه ديال الزوج ديالها للولاد الولد ديالها باش تغادر به التراب الوطني، لانه تبتت بانه راه هي الام هي الكفيله هي اللي هزه ولدها، المحكمه راه افضت لها بذلك. يعني غير تيخص الانسان يتصبر، هنا كما كنقولوا مضى حق وراءه مطالب. دابا استاذ انا الله يسهل عليك، زعما بغيتكم ما تعطيوني دابا تقول لي الباب اللي غنتاج عليه، دابا استسلمت غا قبيله عيت عرفتي، رانا نيت اليوم ضليت خارجه مشيت عند الطبيب وهادي، وكنجري له البنت صغيره في هي عندها التحاليل، تنقول علاش انا عندي الديكلاراسيون، علاش لي واحد الباب اللي ممكن لي نتعاون به. تمشي تلجئي ديري ورقه وثيقه وراه حيت هو ما تيكونش مصادق عليه دابا، حيت تجاوزوا دابا الاداره هذا الشيء ديال اللي قال لي زي مصادق عليه ولا شي حاجه، تجي لي تصريح لي انا اشهدوا فلان فلاني وكذا، تمشي للمقاطعه الدائره هذا وديري المسائل ديالك يا كيف ما هي. يا ربي هذا ما كان، يا ربي كنتمنى غدا ان شاء الله دعيوا معايا وانتم المستمعين، وكنتمنوا عافاكم الاخوان الجمعيات اللي في الرباط مثلا يكونوا هاد السيده هذه تحتاج المؤازرة، لأنه هي امرأة معنفة وكانت غادي تلجأ للطلاق الاتفاقي مفروض عليها لأنه ودها مكرهة ثم مادي. تنتمنوا أن الجلسات ديال أولا الجمعيات النسائية يكونوا مؤازرين، ولا كاع الأخوات اللي تيكونوا يعني عندهم اهتمام بهاد الحقوق النساء يكونوا مؤازرين، وحنا تنبلغوا هذه الرسالة كمناشدة طبعا باش يمكن أولا تكون كرامتك محفوظة كامرأة، لأن أنت امرأة قبل ما تكون ام ولا زوج. ولدي خالد حيت دابا هو كيبان للناس جسديا راه كيبان. شحال عنده دابا هذا الولد؟ 12 عام. مش كيتصور عنده اضطرابات، وانا دابا فاش درت له هذيك الشبكه الحمد لله خرجت ليه الشبكه، قالت لي مزيان، ولكن قالت لي خصنا نديرو شي تحاليل وداك الشيء باش نتاكدوا واش عنده شي حاجه بحال في الجينات، وما تحس عنده نقص في النمو. دابا هو 12 عام ولا شتي بحال تقول في بيت الشهاده، يعني عنده في الخامس ابتدائي ولا هذا، حيت باقي لحد الان هو دابا في الخامس ابتدائي، عاود عامين غير بداك المشكل التعثر، صورت نبغي نقرا معاه ولا هذه ما يخليكش تشوف عنده بطء النمو. عنده بطء النمو دابا، هذه هي انا وصلت لهذه المرحله. كيبان قصر عليهم زعما كلهم طوالين عليه ولا شنو؟ ما كيتزادش بحال الناس، حيت انا كنشوف الدراري في العائله وهذه تزادوا معاه وتبارك الله بنيات وكبروا وهذه وهم كيصغيروا وهذا. داكشي كيكون عنده حلول على كل حال، كيكون عنده حل. وهي دابا خاصني انا بغيت غندير ذاك الدوسي باش يكون بعد هذا الولد، هذا الناس اللي غيتعاملوا معاه يعرفوه. ولكن بلاتي واش هو عنده شي افراط؟ واش حد اخر يتأذى به؟ واش عندوش افراط في الحركه؟ واش كيتعرض لشي تنمر في القسم؟
ما ماشي كيتعرض للتنمر وتيبان لك عادي ويبان لك استاذ ساوي ويبان لك هادي، ولكن استاذ هو دابا المشكل ديالو هو في تعامله، بحال دابا هو ضد النظام وضد القوانين، بحال دابا تقول له هاد الحاجه ولدي بحال خوته زعما ولدي هادي كنديروا هنا ودي كنديروا هنا، هو ما كيرفض داك الشيء بانتي يعني ما كيكبر تلقاي زعما ما خاصنيش نقارن، ولكن بحال دابا تبارك الله الله يحفظها غير اختو الصغيره كتقول له هادي لا وهادي لا، ولا ما عندوش ذوك القوانين وهو عايش فواحد التسيب، ولا بغيتي تهضر معاه تيبدا يغوت بواحد الطريقه في شي شكل بحال واحد النوع من انواع التوحد، هو ماشي الله يحفظ داك التوحد الحاد ولكن نوع من نوع من انواع التوحد. وهذا كان توجيه ديال الطبيب ولا كان ملاحظه ديالك؟ وهي قالت لي بحال تقولي شي نوع هكا، ولكن قالت لي بحال داك الشيء مسكين عنده بحال نقولوا داك النقص العقلي داك الشيء تيكون خلقي، قالت لي زعما ماشي خاصو زعما خاصو متابعه وخاصنا نديرو التشخيص. انا جريت مع استاذ في الملف الاول وقطعوا لي والملف الثاني وقطعوا لي وما استسلمتش، عاود ثاني درت دابا الملف الثاني في هذا العام غير في شهر 10 عاود دابا صوبت ملف وتصورت 900 درهم هذا باش دارت لي هذيك ذاك الشبكه غادي بغيت شد على توصلني وانا ميت. لا حول ولا قوه الا بالله. راه الولد ديالك واخا هاد المشاكل اللي يمكن الاضطرابات اللي كيعيشها في السلوكيات ديالو الافراط في الحركه مثلا والاخر يعني والغوات الا بغى شي حاجه، حاولي ما امكن تكسبيه، حاولي تقربيه، حاولي تهدئي من الروع ديالو، وتبارك الله انت امراه قرانيه، كنتمنى ان شاء الله سبحانه وتعالى يقدرك على انك يتهدن بين يديك ويلين القلب ديالو وتقوى، وان شاء الله شي يقدر يساعد. ولان مساله غير هو مع خوتو وداك الشيء كيبقى يقول داك اللي كيسمع دابا ملي ولاو في المدرسه وهادي وكيبقى يسمع داك الكلام البادي وداك الشيء اللي كان عمره ما يتسمع في الدار ولا كيبقى يقولو تيبقى يقولو لخوتو ملي كنت كنقولو انا الحشومه وهي اش كتقول هذا راه عيب ما خصكش تخاطب هكا، وكيتحدى القوانين زعما في البيت ملي كتقولي تقول لك ومن بعد غالبا غادي يكون شي واحد في الدراري كيتشبه به كأب كابن على كل حال. هو بصح هو مرتبط به بزاف، وشنو كيبقى يقول لي باش ما يقول له ولدي لا ولدي حشومة عيب ما كنقولوش بحال هكا دارني انا خايبه، ولكن هذاك راه كيبقى فاليد كبدك ربي على القيم النبيله شنو كيقول ليه؟ ايوا ولدي اللهم اجعل كيدهم في نحورهم مزيان وما جايها كثار وما جايها كثار. يا لطيف يا لطيف يا لطيف تنبقى نبكي انا داك الولد شنو غادي يولي منه، كنقول له ولدي حبيبي راه ما تاخذش الكلام اللي يضحكك لله الا ما الكلام اللي كيبكي ربي ودا لا فاطمه العار اش مقعدك انا دابا ما فين دابا انت كتربي من شي واحد كريب وانت باقي في اش غادي تسي دير تما بالسلامه. هذا راه شو هذا راه شو كنعرفو مريض ملي كيفوتو الحال كيجيبو ليا راسيه اللي كنقول لك كنقول مسكين راه مريض. واسمحي لي اختي راه الكلاس على الجمر ولا غمه القبر. صعيب اختي تصورت تبغي تشرح له الدرس وتبغي تفهمه وداك الشيء ما كيقبلش هو الله يسر داك الوقت طويل باش تشرح ليه، خاصك تجي من الاخر وقول له خرج له داك التمرين ماشي زعما يبغي يفهم الدرس تشرح ليه الدرس وداك الشيء وتقول له ولدي راه تنديروا لي زيكزارسيس بحال هكا زعما علمت اختو اللي كبر منه هذا الحمد لله الله يحفظه تنشرحوا الدرس كنفهمه وعاد كنديروا لي زيكزارسيس. اول حاجه تحفظي الله يعطيك الصبر اول حاجه حافظي عليها في العلاقه ديالك بولدك هو داك الدفء بعدا والنفسي والعاطفي القرايه مازال حاولي تربحي انت راه مو ماشي اسوف انت راه استاذه في القسم اللي كتكوني فيه ولكن انت في الدار مو يمكن تكوني مساعده على هذا الامر ولكن ربحي بعدا تكوني ام ديالو يربح بعدا ديك الثقه يوم القول الثابت الله يصلح الحال الله يصلح الحال والبالي ان شاء الله تعالى. بغيت غير نرتاح من جهته ونتبع له الطبيب وداك الشيء باش بعدا تنقولي لا نموت من بعدا مرتاحه الله يحييك الله حرت فيها الله هو قادر سبحانه وتعالى ارحموا بهذوك الابناء منا حنا كاع كاملين. كنشوف دابا انت فاتكيش الموت جمعي بعدا ما عندك في حياتك انت دابا حاولي تجمعي ولادك وتشوفي ولادك في مأمن شتي تا الا استعنتي بداركم داركم ما يفرطوش المهم ما حدك كاين فلا اما الموت الله سبحانه وتعالى كفيل بالرحمه راه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الم يجدك يتيما فآوى
انت خصك ترفعي الدعوه ديال النفقه باللي ما كتوصلي حتى شي حاجه، ما كتوصلي واخا معانا اياه في البيت ولك راه ما كيعطي حتى شي حاجه، ما كنتوصل حتى شي حاجه، ولا كان كيعطينا شي حاجه يدلي يدلي باللي مصيب ما يفيد بانه لان اللي كيعطي النفقه راه ضروري. شوف قلت لك شهدوا له صحابه شهاده الزور وصوروا وثقوها في الكوميساريه وداك الشيء في داك المعرض في الصحاب. هذه شوفها الشريفه.